لمناقشة البعد الإقليمي لزيارة أو جولة جو بايدن، نسعد أن نتحدث إلى الأخ الصديق الزميل العزيز دكتور طارق شنداب، وهو أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية. أخي العزيز أهلا وسهلا فيك، جمعة مبارك، نهارك سعيد. تحياتي دكتور، يعطيك العافية. يغزل العين مثل العادة في كامل أناقتك طارق، دائما يغزل العين، يعني نحن بنتشرش. أهلا وسهلا فيك عزيزي. سؤال الخلفيات، يعني لماذا عقدت القمة؟ كيف تهيئت الأجواء لعقد هذه القمة عربية أمريكية؟ الرئيس الأمريكي مع دول مجلس التعاون في جدة مع ثلاث دول عربية، طبعا نحن سنناقش قصة الستة زائد ثلاثة، لكن ما هي الخلفيات، ما هي الأجواء، البيئة اللي تشكلت لكي يكون بالإمكان رؤية هذا المشهد اللي سنراه غدا، أو يعني الحديث أنه القمة حتما تعقد غدا؟ يعني دعنا نعود إلى خطابات عربية وحتى بعد تنصيبه رئيسا للجمهور للولايات المتحدة الأمريكية، قال أنه سوف يعزل السعودية وأنه سوف لن يتعاطى مطلقا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. أمور عديدة تغيرت، بالإضافة إلى أنه قام برفع ميليشيا الحوثي عن لائحة الإرهاب، وكذلك تم منع السعودية من شراء أو تجديد منظومة الدفاع الجوي وبعض الأسلحة الحديثة التي تصنع في الولايات المتحدة الأمريكية. فجأة، ولكن ليست هي مفاجئة، بدأت تغيرات دولية حصلت على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. الصين تمددت علاقتها مع السعودية، السعودية رفضت رفع إنتاجها من النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. حاجة الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا النفط داخليا ودوليا، إضافة إلى أن هناك أمر مهم جدا، عودة العلاقات المهمة جدا بين تركيا والسعودية، جملة عوامل أثرت في موضوع استعجال الرئيس بايدن لعقد أو لإجراء، صح التعبير، مصالحة مع المملكة العربية السعودية وتأسيسها يعني كمنطقة أو كدولة إقليمية في الخليج وفي الشرق الأوسط. دكتور طارق، يعني قبل أن نتحدث عن النتائج والحضور، البعد الإسرائيلي، يعني ذهاب بايدن من فلسطين المحتلة إلى السعودية، الحديث عن تطبيع القرار السعودي مساء أمس وصباح اليوم الباكر بالسماح للطائرات الإسرائيلية، يعني لم يتحدث عن الطائرات الإسرائيلية، قالوا عن فتح الأجواء للطيران حسب اتفاقية شيكاغو، لكن سيكون هناك سماح للطائرات الإسرائيلية بالذهاب بالسفر إلى آسيا والشرق الأقصى. يعني ما الذي يمكن قوله عن البعد الإسرائيلي لهذه القمة بشكل عام، أو لذهاب بايدن مباشرة من فلسطين إلى السعودية؟ الأمريكيين سواء كانوا جمهوريين أم ديمقراطيين يهمهم في المنطقة أمر واحد، وهو ضمان أمن الكيان الصهيوني المحتل، ضمان أمن دولة أم إسرائيل. ولذلك نرى أن الرئيس الأمريكي بايدن جاء وبقي ثلاثة أيام في فلسطين المحتلة، وأول ما زار القبة الحديدية أو منظومة الدفاع الجوية لدولة فلسطين المحتلة أو الكيان الإسرائيلي، صح التعبير كذلك، وهو ما يؤكد على أن وهو أكد ضمان أمن إسرائيل، ويتم بدفع مباشرة مبلغ 4 مليار وهي تدفع من جيوب دافعي الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أمر لا خلاف عليه، دائما يأتوننا بعنوان عريض موضوع حل الدولتين، وكأنه لا يوجد دولة اسمها إسرائيل، هناك دولة اسمها إسرائيل معترف بها في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية. أما المشكلة فهي أنهم يضحكون علينا وعلى الشعوب العربية والإسلامية بأنها دولة، موضوع حل الدولتين، أين هي الدولة الفلسطينية؟ لماذا حتى الآن في الدولة الفلسطينية؟ لماذا لا تعترف الأمم المتحدة بفلسطين كدولة؟ لماذا لا تعترف بها منظمة المحكمة الجنائية الدولية؟ هذه إشكالية كبرى على العرب أن يصالحوا أنفسهم ويواجهوا بها الغرب ويواجهوا بها الولايات المتحدة الأمريكية. إذا لنعود لموضوعنا الأساسي، موضوع هو أن الرؤساء الأمريكان منهم بايدن هم فقط يضمنون أمن إسرائيل. أكيد الآن مشكلة أساسية في المنطقة وهي مشكلة الاتفاق النووي مع إيران، وهي إيران حاولت بعبر يعني أسلوب الضغط والميليشيات من فرض قوة في منطقة الشرق الأوسط وتهديد أمن المنطقة، وموضوع النفط في البحر في خليج العرب، وموضوع العراق ولبنان وسوريا. بنفس الوقت إسرائيل أرادت الاستفادة من هذا الضغط الإيراني أو التوسع الإيراني على حساب العرب، فبدأ لديها موضوع التطبيع، وكانت هناك بعض الدول التي تطبعت منها الإمارات والبحرين، ولكن أنا أعتقد أن الشعوب العربية هي رافضة بالمبدأ.
جيد. مقاربة لافتة دكتور طارق، عذرا عن المقاطعة بس للاستفادة من حضرتك أيضا، أو الأكبر استفادة من وجودك ومشاركتك معنا اللي بنتشرف فيها مثل العادة. ليش دعوة مع دول مجلس التعاون الخليجي، ليش برأيك تم دعوة للدول العربية؟ طبعا سنسأل بعدين عن دول لم تدع، لكن برأيك ليش ما كان الاجتماع مثلا في جدة مع دول مجلس التعاون الخليجي؟ ما رأيك في دعوة مصر والأردن والعراق إلى هذا الاجتماع كي تصبح قمة عربية أمريكية ليست قمة خليجية أمريكية؟ صحيح. هلا لا نستطيع نحن ان ننكر يعني الدور السعودي وقوة السعودية وتأثيرها في المنطقة قوة اقتصادية او كقوة يعني كما كانت دينية للعرب والمسلمين. في دول الخليج السعودية هي الحليف الأساسي كما في دول الخليج الولايات المتحدة الأمريكية منذ 80 سنة. المشكلة هي ان المشكلة التي بدأت مع إدارة بايدن ومع الإدارة الأمريكية بموضوع السلاح والخطاب وموضوع حقوق الانسان وقضيه خاشقجي وغيرها التي ارادوا استغلالها ضد السعوديه، الان تغير الخطاب 180 درجه. السعوديه وضعت شروطا، انا اعتقد واكاد ازم ان الكمم التي تعقد الان لا ينتظر منها نتائج، هذه الكمم يكون نتائجها قد اخذت مسبقا، تم الاتفاق عليها مسبقا بين افرقاء العمل وبين كل الرؤساء، والان ياتون فقط لاجل الصوره التذكاريه والتوقيع. هذا هو الأمر. لماذا السعودية؟ السعودية بما تمثل من قوة اقتصادية، الآن السعودية بصفتها أحد أكبر منتجي النفط في العالم، السعودية لها تأثير على القرار السياسي أو الإنتاج النفطي كذلك صح التعبير على باقي الدول الخليج. موضوع مصر، الكل يعرف علاقات مصر مع السعودية، كذلك موضوع العراق تحاول يعني والأردن، هذه الدول تحاول أو كما طرح يعني في الإعلام موضوع الناتو العربي مع اسرائيل، ولكن هذا الامر حتى هذه اللحظه السعوديين يرفضونه او اعلنوا انه غير صحيح، ولكن في منطقه الاحوال لا يستطيع ان ينكر دور السعوديه، وكان هناك اشتراكات سعوديه فرضت هذه المره على الاداره الامريكيه. الدكتور طارق، الان في النتائج يعني في ما يتعلق في الوعد الامريكي السعودي او البعد الامريكي العربي بشكل اوسع، ما الذي يسعى بايدن الى تحقيقه؟ هل الهدف الاساسي هو المحطة الأساسية كما يقال حتى في الإعلام الأمريكي والدولي هي الرياض، تم الذهاب من الباب الإسرائيلي لتخفيف الانتقادات ضده أو حتى إرضاء إسرائيل في ذهابه، هو ما زال يقول أنه سيذهب إلى اتفاق نووي مع إيران، الهدف الأساسي هل هو فعلا فقط زيادة الضغط على السعودية لزيادة ضخ النفط في الأسواق وبالتالي تخفيض الأسعار قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس؟ هل هذا الهدف الأساسي؟ هل سيحصل عليه بايدن أيضا؟ يسعى بايدن الى تحقيق مصالحه الانتخابيه الداخليه وكذلك مصالح الولايات المتحده الامريكيه الخارجيه سواء بالانتخابات او المستوى الاقتصادي الخارجي للولايات المتحده والمستوى السياسي. هناك يعني تويعه سياسيه للمملكه العربيه السعوديه باتجاه علاقتها مع الصين، باتجاه علاقتها مع روسيا وهذا ما لاحظناه بعد الحرب الروسيه على اوكرانيا، وكيف رفضت السعوديه ضخ مزيد من النفط ولم تستجب لطلب بايدن، هذا لم نكن نسمعه من قبل الاداره السعوديه. وبنفس الوقت هناك متغيرات في المنطقه العربيه وفي منطقه الخليج العربي، هناك كذلك لو سمعنا خطاب بايدن البارحه كيف يتكلم ويستجدي مثلا في السياسه، هو يريد ان يعطي يعني مثل بيقولوا باس، كيف يتكلم ويقول انه لن يرفع الحرس الثوري الايراني عن لائحه العقوبات فيما كان في الماضي حديثه يختلف. إذا مصلحة بايدن والرؤساء الأمريكان ليست في السعودية وليست الدول العربية، هم يريدون مصلحة دولة إسرائيل، هم يريدون مصالحهم الاقتصادية ولو على حساب الشعوب العربية والدول الإسلامية والدول الخليج العربي. أعتقد أن هذه اللغة أدركها العرب الآن، أو إن شاء الله قد يكونوا قد أدركوها، يعرفوا أن عليهم أن يستحصلوا على مصالح. دكتور طارق، إلى أي حد تعتقد أو توافق على المقولة أن الزيارة ستفتح ستفتح صفحة جديدة ونحن أمام مرحلة إقليمية، سيكون هناك تطبيع واسع، سيكون هناك علاقات عربية إسرائيلية وهنا لمواجهة السياسة الإيرانية التوسعية، وسيكون هناك تهميش للقضية الفلسطينية، هل نحن فعلا باتجاه مرحلة جديدة أو حقبة جديدة في تاريخ المنطقة؟ هناك أمرين دائما وهم أمرين أساسيين وأنا مؤمن بهما تماما. اولا ان العلاقات الايرانيه الاسرائيليه الامريكيه من فوق الطاوله ومن تحت الطاوله لم تتزحزح ولا تتغير. من اعطى القوه الكامله لايران وسمح لها ان تتغلغل في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن وتقتل وتشرد اكثر من 10 ملايين مسلم سني لولا موافقه الولايات المتحده الامريكيه، هذا اولا.
ثانيا إيران تستعمل هذا الأسلوب لترغم العرب على المضي باتجاه إسرائيل لتأمين ما يسمى الحماية لهذه الدول العربية والدول الخليجية، وبعض الدول العربية والخليجية انخدعت بهذا، اضطرت مرغمة على تحقيق اتفاقيات مع العدو الصهيوني لضمان أمنها. في النهاية الأمر الأساسي الذي يجب أن يعرفه هو الجميع وعشناه منذ 1948 حتى هذه اللحظة، موضوع أساسي رغم التطبيع المصري مع الكيان الصهيوني الذي مضى عليه الآن أكثر من 40 سنة، وتطبيع الأردن وكذلك تطبيع قطر وغيرها، الدول الشعوب العربية هي رافضة لهذا المبدأ، من مبدأ أساسي أن هناك هذا كيان صهيوني محتل لأرض فلسطينية وهذا الشعب يجب أن يعود إلى أرضه. لو طبعت كل الدول فإن الشعوب لن تقبل بهذا أبدا، وهذا ما لاحظناه رغم الملايين والمليارات التي صرفت على ما يسمى اتفاقية أبراهام وعلى عملية التطبيع مع الإمارات والبروباغندا الإعلامية. ماذا هي النتيجة حتى هذه اللحظة؟ لا زي شيء، وبالتالي هذا هو الأمر المهم، أن الشعوب هي رافضة، أعتقد السعودية لن تمشي بهذا الأمر أبدا. وهذا أفضل ما ننهي به صديقي العزيز دكتور طارق شندب أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك، شكرا على المشاركة، شكرا على الإطاحة مرة ثانية، جمعة مباركة على الإحاطة.